مسألة مهمة وضرورية جدا، خصك تفهميها، مفهوم؟ يلزمك واش؟ يلزمك تفهميها. الراقي ما بيدوش مفاتيح السماوات والأرض. الراقي يقوم بالأسباب. الراقي يفعل الأسباب وتكون الأسباب ناجعة، والتوفيق يكون من الله جل وعلا، والفتح يكون من الله جل وعلا، والنصرة تكون من الله عز وجل. فالراقي ليس بيده مفاتيح باش غادي يحل الباب وغادي يخرج الجن من جسم الإنسان وغادي يحيد وصافي خرج ندا. هذا ليس بيد أي مخلوق كان. أي مخلوق على وجه البسيطة ما بيدوش هذا الشيء. هذا أي مخلوق على وجه الكرة الأرضية يدعي أنه بيده باش يخرج الجن، هذا ليس بيد الراقي. هذا بيد من؟ هذا بيد رب الأرض والسماوات. مفهوم؟ انا غادي نسولك، هاد الشخص اللي راكي معمر الجسم ديالو الان، بالله عليك حقيقه بالله عليك، بصح جاوبني بصدق، هاد الفتره ديال الرقيه اللي قضاها في الرقيه، وانت الان جيتي كتقولي اقول له بلا ما يعي راسو انا راني ما غاديش نخرج، مزيان هادشي كله جيد بالنسبه لك انت مليح، بصح انا ليا وليه هو ماشي مليح. انت كتقولي بلا ما يحيى رسول ما نخرج، انا غادي نعطيك مثال ودليل، هذا يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي ولا ممنوع ما تصليش؟ صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته السوداء طلبت منه يرقيها، قالت له اني اسرع فادعو الله لان اشفى، قال لها تصبرين ولك الجنه، قالت له اني اتكشف كنت عره، كي كنت صرع كنت عره، فادعو الله لي الا اتكشف، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم باش ما تبقاش تكشف، كتسمعيني؟ نوضي هزي داك الكرسي وجلسي انفصلي، هذا في حد ذاته راني عليت لك القدر ديالك قدامي، نورمال مجنية عاشقة زانية نقولها قاعدي في الارض، ما تجلسيش لتحت، هاو الكرسي كنشوف ما كانتش عمية، يلا زيدي كحزي على يدك، على يدك اليمن، تلقاي كرسي تما، لقيتيه؟ صافي غير تما، يلا غير تما. من افضل؟ هذاك هو. من افضل؟ حسان نتاع الماضي ولا حسان نتاع الان؟ بالنسبه لي انا نتاع الماضي. نتاع الماضي كي كان؟ كان فاسق. كان الفسق والفجور والعياذ بالله. كان لا يقرب المسجد. ياك. كان الزنا الفواحش والاثام. خلينا من فتره متقطعه. كان عطيها الفواحش والآثام. مفهوم؟ من أفضل هاد الشخص اللي راكي في الجسم ديالو؟ الحال اللي كان عليه في البداية ولا الحال اللي راه عليه الآن؟ انت بالنسبه لك الحل اللي كان عليه مقبل افضل من هذا الحال، هذا الحل اللي كان مقبل عليه الفسق والفجور والذنوب والاثام، الزنا بالليل والنهار، ياك ما كانش بر بالام ديالو، خلينا البر له شروط، هذا الانسان هذا كان من حال، ولما اصيب بالمس بك انت هي الداء وفي نفس الوقت انت دواء، فالحمد لله رب ضاره نافعه، انت ضارة وفي نفس الوقت نافعة. فاش ضار؟ ضرتي في صحته في الجسم ديالو، ولكن لما هاد الشخص علم انه عنده جنية عاشق وعنده سحر وكيستحلم يوميا ويصبح مستحلم وكي يرى امرأة كتنعس معه بالليل، لجأ للرقية، ياك لما لجأ للرقية طلعت الجنية، ياك الراقي وش دار؟ الحمد لله طلب منه أنه يتوب الله عز وجل ويتصلح الحال ديالو ويعود الله عز وجل يصلي الصلوات ديالو الخمس في الوقت، يكثر من قراءة القرآن، نصائح الله يتقبل منا. هاد النصائح هادي راه عاش عليها المدة ديال شهرين، طيب والآن هو يغض بصره أكثر من الشخص اللي كان ينصحه، كي جاتك؟ يحافظ على الصلاة في وقتها أكثر من الوقت اللي كان فيه، أكثر من الشخص اللي ينصحه، ها؟ اي يسمع للسيرة، يسمع لدروس اهل العلم،
يتعلم العقيدة ولا يقرأ القرآن بكثرة. والله العلي العظيم لا يقرأ القرآن بكثرة أكثر مني حتى أنا، يعني حتى مراكم قياسي بالنسبة لي، فهمت؟ قراءة القرآن في اليوم، يقرأ يسوق يقرأ يسوق يسمع، جالس يقرأ جالس معك يسمع. الحمد لله القرآن ما يخطاش بالليل والنهار، ياك هذه في حد ذاتها كرامة ولا ماشي كرامة؟ جاوبي، نعمة وكرامة ولا ماشي كرامة؟ والحمد لله رب ضارة نافعة، أنت ضارة ولكن بسبب ديالك هو لجأ للرقية، والرقية خلته يلجأ الله عز وجل، مفهوم؟ هذه صلاة وصل، مرض وطبيب ورب طبيب. هو وش عارف؟ عارف باللي الشافي هو الله عز وجل، والكافي هو الله عز وجل، صافي، واللي سلط عليه البلاء هو الله عز وجل، وهو أدرى وش هذا بلاء والابتلاء، صافي؟ ولكن ولهذا الحمد لله رب العالمين. أنا اللي غادي نقول لك، أي راقي على وجه البسيطة ما عندوش مفاتيح باش يخرج الجن جسم الإنسان، هو يتوكل على الله عز وجل، والأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل، وكيكون الأسباب ناجعة كيحاول الإنسان يبحث يتخصص يتعلم يفهم يقرأ، كيكون بحث طويل يعني يكتسب معلومات قدر الإمكان على هذا العالم الآخر ديالكم، فهم؟ فهمتين؟ الحمكة يأكلك، علاش الحمكة يأكلك؟ الهضرة ديرهم جاتك ما عجباتكش هاد الهضرة؟ اه هاد الهضرة ماشي مزيانة، راك واش كتسمعي؟ كتسمعي انا اللي غادي نقول لك بلي الحمد لله رب العالمين، هاد الشخص هذا تغير الحال ديالو من حال الى حال، هذه في حد ذاتها نعمة، والحمد لله رب العالمين الذي نقله من المعصية الى الطاعة، الحمد لله رب العالمين الذي اخرجه من الظلمات الى النور، الحمد لله رب العالمين الذي أخرجه من الفسق والفجور إلى طاعة رب الأرض والسماوات، الحمد لله من عبد عاص مذنب إلى عبد تاب لله عز وجل توبة النصح حسابه والله حسيب. أفضل ولا ماشي أفضل؟ أفضل. وأتحداك أقسم بالله العلي العظيم، أتحداك يا زانية ماشي يا عاشق، حتى الزوجة تعشق زوجها، مفهوم؟ يا زانية أقسم بالله العلي العظيم العلي القدير، خلق وحده وسيبعث وحده، خرج من رحم أمه وحده وسيبعث يوم القيامة وحده، وسيموت وحده. ونخبرك بحاجة أصعب، والذي رفع السماء بغير عمد فسواها وخلق النجوم وعدها، ستقفين بين يدي الله عز وجل، وسيسألك الله عز وجل عن كل لحظة، عن كل لمسة حرام، عن كل زينة بالليل والأحلام، فعدي للسؤال جواب. سيسألك عن أعظم من هذه الأمور الصحيح الذي وكلت به ودخلت به، فعدي للسؤال جواب. الله ليس بغافل، الله يرى يسمع ويرى، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يلزمك تعرفي شيء، أمر أن هذا الشخص هذا اللي ركي في الجسم دياله تاب لله عز وجل، وأفضل من هذا الشيء يدعو الله عز وجل بالليل والنهار ويبكي بالليل والنهار. كنشوف فيه الله ظالم، وما ربك بظلام للعبيد، هو عبد لله انتقل من الظلمات إلى النور، ياك هاد الشخص اللي راكي في الجسم ديالو الآن كتسمعيني؟ الحمد لله، نقله الله عز وجل من الظلمات إلى النور، والله يعلم ضره، الله تبارك وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا، ليكن في علمك الله أرحم بنا من أمهاتنا، الله رحيم. وأفضل من هذا شيء، إن الله لا يرضى لعباده الكفر، الله وقيل سبحان الله عز وجل السلطة عليه هذا ابتلاء، الله عز وجل بغي يرجع الطريق، سبحان الله ما شاء كان. سمعي 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 سمعي، الله أرحم بنا من أمهاتنا، الله يراه ملك يكون يبكي يكون يدعي ربه جل وعلا، يدعو ربه جل وعلا بالليل والنهار، كيشوفه جلس في العتبة ديال المسجد، جلس في العتبة ديال المسجد كيستنى أبواب نتاع المسجد تفتح، هو أول واحد يدخل المسجد، أقسم بالله العلي العظيم لا أراه في كل لحظة، العينين ديالهم مغرغرين بالدموع، والله العلي العظيم كيقطع لي القلب ديالي، أقسم بالله العلي العظيم أراه في كل لحظة يتألم ويتحسر، ملي كيدخل البيت ديالو كيشوف الأم ديالو في ديك الحالة شد القرآن كتقرأ كدعي مع الإبن ديالها، يعني سبحان الله العظيم. وش هاد الولد اللي كيبكي ويدعي الله عز وجل يتضرع والدموع ديالو كتبلل السجادة، واش الله عز وجل يسمح فيه؟ هاد الدعاء لا يستجيب له الله جل وعلا؟
وعارف راسو هادي بصح فوقاش ما فوقاش شوف ما كانش فوقاش وما كانش ماشي فوقاش وما كانش وقتاش وما كانش لاش وباش وكيفاش صابر صابر هو يصبر ويحتسب صافي والرقيه باذن الله عز وجل ما تريدش ونطلب الله عز وجل يعجل بالشفاء نسال الله ان يعجل بالشفاء وشوفي ما بقاش يجي لا غادي يجي هذه النقطة الجميلة هي ما بغيتيش يجي يدير الرقية أنا مستعد ندير له الرقية ونكمل معه الرقية بدون مقابل لا رياء ولا سمعة اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم لا رياء فيها ولا سمعة ما رأيك يجي ونتبع معه الرقية تقتليني شوفي غادي نقتلك ونتهنى بك هذا الشيء ما بغيت مرحبا أنا عندي عقيدة الحمد لله المميت المحيي والله عز وجل كل شيء بإذن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صافي أنا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الموت بإذن رب الأرض والسماء وأنا قلت لك دير احتياط الحمد لله الله أنت قتليني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم ملي نزل عليه جبريل خيره بين الدنيا ورب الأرض والسماء قال له بل الرفيق الأعلى شوقا إلى الله جل وعلا نطلب الله عز وجل يحسن الخاتمة ديالنا مفهوم هاد الكلام راه ما حركش فيا انمله ولا شعره ولا ذره انا احمد الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين طلب الله عز وجل يوفقنا لكل خير واخا احنا عارفين راسنا مذنبين وعصات طلب الله عز وجل يوفقنا ويثبتنا ونطلب الله عز وجل يعجل بالشفاء انت هاد الشخص يكون على يدي باذن الله صافي مفهوم هذه تؤذيك انا والله الا اشوف انا كندعي مع في ظهر الغيب نطلب الله عز وجل يتقبل انا والله الا بغيت يبر ويبرام هذا شوف ولكن انا عندي يقين باللي مدام الله عز وجل راكي تسمعيني الله عز وجل راه نقله من الظلمات الى النور راه انا فرحان اكثر ما يبرى انه شوفي كي كان واحد الشخص سبحان الله العظيم من افضل جنيه راها فيك جنيه ساكن الجسم ديال الانسان كان فاسق فاجر وبسبب ديال هج للرقيه والرقيه خلاتو يجي الله عز وجل شي لحلقه المرض هو اللي خلاه يتعرف على الله عز وجل حق المعرفة المرض هو اللي خلاه يلجأ الله عز وجل المرض هو سبب التوبة المرض هو سبب الرجوع إلى الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم اللي كان يطلبهم المدام ما يمرضوش كيشكوا في الإيمان والإخلاص والتقوى ديالهم الورع ديالهم أحد نساء الصحابة طلبت الطلاق من الزوج ديالها علاش ما مرضش ما كي مرضش حتى تعطى بعد ورجعت له الله المستعان مفهوم واللي غادي نوصيك وغادي نذكرك به الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة أما نعرف وش غادي يصرف هذه الكرة الأرضية إنه كان يؤتى قبلكم بأقوام يشق من رأسه بالمنشار ولا يرتد عن دينه يكفيك أنت بعظمة لسانك قلت أنا كان عجبني الحال اللي كان عليه مقبل ما عجبنيش ما عجبكش دروك دابا كي راه يصلي الصلوات الخمس في الوقت ويتعبد ربه وعاد إلى رب الأرض والسماوات ورجع الله عز وجل وأناب مفهوم الصلاة وقراءة القرآن بر الوالدين غض البصر اقسم بالله لك اللحظة ديما سبحان الله العلي العظيم يعني كان عرف حق المعرفة يغض البصر دياله يغض بصره ماشي رياء ولا سمعة بقيت بريهم له وسبحان الله العظيم أنا ما فهمت كيف بجنية عاشق جسم إنسان تخليه سبحان الله إلى النار. تدعوه.